اتحاد جدة، اتحاد جدة مولع الدنيا في الساحرة المستديرة، ايه الجديد في اتحاد جدة ومحمد صلاح ومو صلاح؟ هنشوف مع بعض. بيقول لك بمئات ملايين الدولارات عرض فلكي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح من ليفربول. يبدو ان نادي اتحاد جدة مشاهدينا الكرام حامل اللقب الدوري السعودي لا يستسلم ابدا. الكل يتحدث ان محمد صلاح باقي في ليفربول، الكل يتحدث ويستمع الى تصريحات كلوب وهو يقول لن استغني عن صلاح، ليفربول لن يسمح برحيل محمد صلاح، متمسكين بوجود مو صلاح، الجماهير الانجليزية متمسكة بمحمد صلاح ومحمد صلاح متمسك ايضا بليفربول. اذا ما الذي يسعى وراءه اتحاد جدة السعودي؟ وهل هناك محاولات بالفعل؟ هل هناك ردود ايجابية من محمد صلاح حول الانضمام من عدمه؟ انا ما اراه واضحا امامي. أني تعرفت على إجابة هذا السؤال من الماجيكو محمد أبو تريكة، عندما سئل عن رحيل محمد صلاح عن ليفربول أجاب أبو تريكة إجابة نموذجية جدا وكأنني أستمع إلى صلاح وهو يجيب. محمد أبو تريكة قال جملة رائعة جدا، اتقال له كده أنت صاحب محمد صلاح ومحمد صلاح حبيبك وبتتكلموا مع بعض وبتتواصلوا مع بعض، فقال إيه؟ قال أنا ما أقدرش أتدخل في قرار مصيري زي ده لمحمد صلاح ولا أضغط عليه فيه ولا أقول له روح أو ما تروحش، ولكن كل ما أعلمه أن محمد صلاح سيظل موجود في ليفربول لأن محمد صلاح لم يحقق بعد كل أهدافه وطموحاته في الدوري الإنجليزي، ما زال أمامه الكثير من الطموحات والأهداف. إذن هي إجابة مبطنة من الماجيكو محمد أبو تريكة بأن محمد صلاح باقي في ليفربول. طيب اتحاد جدة لا يستسلم ومن حقه ما يستسلمش، محمد صلاح نجم كبير جدا، هيعمل ايه اتحاد جدة؟ قال لك اتحاد جدة عرض على ليفربول، ها عرض على ليفربول مبلغ ضخم جدا عشان يسيبوا صلاح برصيد طبعا كبير جدا لمحمد صلاح، ارقام كبيره جدا، وقالت ان الاتحاد عرض في وقت متاخر من ليلة أمس مبلغ وقدره 215 مليون جنيه استرليني، يعني 251.6 مليون يورو، وعندك بقى حبة إضافات، في إضافات كتير، كل ده من أجل الحصول على خدمات الفرعون المصري محمد صلاح. أضافت كمان المصادر أن الاتحاد بينوي دفع راتب أسبوعي للنجم المصري أبو مكة بيصل إلى ما شاء الله اللهم بارك 2.45 مليون جنيه استرليني، يعني 2.86 مليون يورو. مفيش، سيبك بقى يعني حط كده المبالغ دي كلها على جنب، لسه في حوافز، لسه في مكافآت، منها مثلا على سبيل المثال 55 ألف استرليني، يعني 64.3 ألف يورو عن كل فوز. وما زالت الإغراءات متواصلة للنجم المصري محمد صلاح من اتحاد جدة. ماذا بعد غلق باب الرحيل عن الأندية وباب القيد اللي هيحصل؟ هل ستستسلم السعودية وستستسلم اتحاد جدة ولا برضه هيحاولوا بعد غلق باب القيد؟ أظن هيكون الأمور حسمت تماما.